كل علاقاته قبل الجواز، بتعرفي كل اصحابه وكل تفاصيل حياته. اه ما بيخبيش عني حاجة ولا انا بخبي عنه حاجة. يعني رامي حكى لك كل علاقاته قبل الجواز؟ اه لو كان في حياة جوزك علاقة قديمة وفجأة ظهر التاني في حياته، هديكي 3 اختيارات. هتسيبيهم يرجعوا لبعض تاني؟ هتقبلي ان هي تشاركك فيه لان هي كانت احق بيه منك، ان هي تعرفه قبل منك، ولا هتضحي وتسيبيه يرجع لحبه القديم؟ مش هسيبه عشان بينا بنت. اه بس عادي، يعني ايه المشكلة؟ الراجل يقدر يحب 2 على فكرة. لو هو يقدر انا ما اقدرش. دي أنانية يعني، انت ايه رأيك؟ لا لو ما القلب كانش يقدر يحب 2 ما كانش شرع حل للراجل يتجوز 4. ايه بس ده في حالات معينة. يعني انت لو كنت بتحب حد وطلع لك في ده حياتك سؤال تاني، محرج. مش هترجع له تاني؟ في يا استاذ سارة، ايه يا استاذ عمرو، في ايه؟ بعد اذن حضرتك السؤال ده مش معانا في السكريبت، ما يا هو ريت مش نراجع معانا، لان بس مدام قاعده. حضرتك انت ناسي ان دي فقره مفتوحه بنتكلم في اللي احنا عايزينه. لا يا فندم السؤال ده انا مش عاجبني عشان مدام قاعده وده ما يصحش. اتفضلي بعد اذنك الفقره اللي بعديها. يلا الفقره الجايه هيكون معانا رامي بس من غير مدام اسماء. فاصل وهنرجع تاني مع رامي. لا رامي انت قاعد. ايه يا رامي، انت عايز تقوم وتسيب البرنامج؟ لا يا ماما مش عايز اقوم ولا حاجه. ورجعنا لكم تاني مع رامي في فقرة مع أو ضد. رامي احنا بنهيس مش بنسجل. الفقرة دي أنا هقعد أبص لك تقعد تبص لي، هسألك شوية أسئلة أي كلام، بس عايزك تقعد تضحك كده قوي بقى، عايزك تحس أنت مبسوط إن أنت وريني كده الفرحة في عينك. أنت شفتني يا رامي؟ هي دي الفرحة؟ لا متهزرش، يعني هي دي فرحتك إن أنت شفتني بالدرجة دي؟ طب عكس، قول لي حاجة تضحكني قوي. ما بعرف، قول لي حاجة تضحكني. لا طب قول لي نكتة. طيب أي حاجة. ما أعرفش والله يا أستاذ عمرو، أنت أنا مش فاهمة في إيه. لا أنا عايز أدخل الفقرة دي، مش عايز أفكر. ليه إن شاء الله؟ مش عايز أدخل. فاضل سؤال. لا معلش، سؤال إيه؟ إحنا سألنا سؤال، عايز أدخل المدام بعد إذنك حالا. ودلوقتي هتدخل لنا مدام اسماء وهنسالها نفس الاسئله ونشوف التوافق في الاجابات. فاصل وهنرجع تاني مع رامي ومدام اسماء. اتفضل يا استاذ عمرو، دخل والله المدام. ما عارفه اتفضل. ورجعنا لكم تاني مع رامي ومدام اسماء. دلوقتي هسالك اسئله هترد عليها بمع او ضد. وراء كل نجاح امرأة وراء كل فشل امرأة أخرى، انتي مع ولا ضد؟ مع. مع؟ يعني انت شايفة ان ممكن واحدة في حياة الراجل تفشله؟ أكيد. وكان ممكن واحدة تانية تنجحه؟ ممكن. والله ممكن. الراجل بيحب الست اللي تحبه زي ما هو مش زي ما هي عايزاه، انتي مع ولا ضد؟ معلش ممكن سؤال تاني؟ الراجل بيحب الست اللي تحبه زي ما هو مش زي ما هي عايزة، ما الراجل اللي بيته هادي هو الراجل العازب؟ ضد. ضد ليه؟ ده يعني ده البيت حتى والجواز دوشة ومسؤولية، يعني واحد زيك انت بتحب الهدوء؟ انا مش عارفة انت عايش ازاي. هو الواحد يعني تتأقلم. تتأقلم. الراجل بيفكر بعدين بيقرر، لكن الست بتقرر بعدين بتفكر. ضد. ضد. أسرع وسائل الانتشار في العالم التلفزيون والإنترنت والتليفون والمرأة. مع. مع؟ يعني انت لو قلت لها حاجة على طول بتقولها للناس؟ انت بتقولي ايه؟ يا مدام أسماء انت مش مركزة دي معايا، يعني معلش لازم اعيد السؤال مرة واثنين وثلاثة. اصلا اتفاجئت بأسئلتك. وأسئلتي مش كيمياء، دي أسئلة عادية. معلش يعني مطلوب ان انا اعيد تاني السؤال تاني يعني ولا تاني؟ اعمل ايه؟ مش فاهمة يا رامي، اصل مراتك شكلها مستهترة جدا بالمسابقة، يعني عارف اللي بيجاوب على أسئلة تحصيل حاصل. انت جبت العصبية دي منين؟ عيد
ما كنتش عصبيه كده؟ انا ما كنتش عصبيه بس بجد يعني حاساها متضايقه وحاساها بتبوظ الحلقه وحاسه ان هي مستهتره. يعني عارف انت اللي قاعد بيقضي وقته وخلاص، اسالها اسئله تقول لي مش عارفه الاجابه، لا جاوبي انت، لا مش عارف ايه. وانا كان نيتي خير والله العظيم، انا كان نيتي خير. كنا اصحاب من ايام الجامعه. لا ده كده مش صحاب، كده تهريج. اسمع الكلام اللي قدام الناس ده. ما هو قدام الناس عشان لازم نوقفه، عشان كده تهريج. بعد اذن حضرتك يا استاذ رامي ويا استاذه ساره، المدام قاعده فيا ريت لو بعد الحلقه ممكن نقعد نتفاهم في اي حاجه انتوا عايزينها. حلقه ايه المدام خلت فيها حلقه؟ اوكي طب تعالي بس، تعالي 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 رامي، البرنامج هيبوظ يا رامي. افتح مصاري. مش حاجه ما تقولهاش، روح حتى حتى. بس لو سمحت انا عايزه البرنامج بتاعي يمشي زي ما انا عايزه. يا رامي بس تعالى عشان البرنامج. خلاص يا رامي، خلاص تعالى تعالى. مش بلاش ما تقطعش. افتحوا لو سمحت رامي. لحظة واحدة بس يا سارة، لحظة. طب اصبري اصبري اصبري. طب ليه؟ انا ممكن افهم، فاضل سؤال واحد نخلص. لو سمحتي مش عايزة اسمع صوتك. بس خلاص بس رامي معلش، ممكن تحل الموقف ده؟ طيب اتفضلي بس انت خشي جوه. طب بس استني، اصبري اصبري اصبري. اوعي يا رامي. طب اصبري رامي بليز، فاضل فقرة واحدة بس. اصبري يا رامي لو سمحت. اوعي افتحوا لو سمحت. اهدي طيب خلاص لو سمحت. طب اهدي بس اهدي رامي. طب ايه ده شمال؟ طيب خلاص. طب هو ليه دلوقتي ليه زعيق وليه يفتحوا يا جماعه؟ ما نخلص سؤال واحد نقوله وخلاص، كلنا نمشي وكلنا يعني خلاص. خلاص يا ساره دلوقتي خشي انت بس، وننسى ان انت جيت وننسى ان ده برنامج وننسى كل حاجه. مش هيفتح. معلش خلاص معلش، مش بوظش شغلهم. انا عايز اقول لك على حاجه. انت ممكن تسكتي؟ لا مش هسكت. لا ممكن تسكتي؟ مش هسكت. خلاص يا ساره مش عايز اسمع صوتك. طب هقول لك حاجه اخيره بجد هتبسطك قوي. اقول لك ان احنا عملنا فيكي مقلب في برنامج مراتي فورت. زعليش حقك علي كده. علي يا مدام بحبك انت يا استاذ رامي، حرام عليك. انا عيطت والله العظيم جنبك. انا اسفه. طب سيبك خلاص حقك عليا والله العظيم، حقك عليا. هم اللي وزنوا لي اعمل معاك كده. والله العظيم كده يا جماعه، والله حرام عليكم اللي عملتوه ده بجد. بس شفتي ما بتغيرش عليا؟ شوف انت بقى الغيره قد ايه. والله اول مره اشوف كده. خلاص بقى نهدى. شفتي بقى احنا عملنا فيك ايه؟ احنا عملنا فيك ايه قد ايه؟ بقى الضحكه الحلوه دي دموع الفرح اللي بتثبت ان انا يعني عشان انا هعيط جنبك والله العظيم دلوقتي. كده طيب بجد انا خلاص انا هخرج عن شعوري بجد. انت كنت لو بقى انا عايزه حضن بدل لو كنت تفوتني شعوري بجد. ايه ده والله العظيم يا ريت اتضربت حبيبه قلبي. ايه شقه حقيقه والله. قول ان ده جوه ده كان يا